السلام عليكم. تطلع من التراويح الساعة 9 بس بقى بعد لا حيلا يا الفريق اي نعم رحيم فيشان شلون بعد أكبر من 65 أكبر لازم واحد مروة بس أخوه بس كلهم عود تفضل شيء بعد ليش تفضل عشان تشبع البراي مو بيقعد مش حشي صحيح اي نعم بس قلت لك انه في مو شر انك تسوي روح ارميل احسن لك اخاف لك بس عم شيرو تفضل الشيخ ما في شيرو يا محمود ما في شيرو محمود لا والله ما في محمود ما في سكر مضارب بعد ابي من 120 ل 150 هو الطبيعي طبيعي كاميرا سرية ما تشوفها يعني انت يا بابا يا بابا يا بابا يا في عزفات لا عليكم احمر بدأوا يأكلون سجحوش ما يصبرون حق الموثق هلا يلا شباب حياكم يلا 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 ما عليكم من هناك تعلمهم ما قلت شيء لازمين وراك لا ما مستخيف ما تجيب رايك لا 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 ضحايا ما بدك مقادم ما عرف اسمه مقادم مسرح الجوفة ايش اسمه؟ افراد شيء ما شفته ما شفته ما شفته ما شفته قيادة قيادة الحين بيك ماشي
يا خليك الورد انت بعد اي عليك والله الله يخليك ان شاء الله يطول لي بعمرك سم ذكريات يا اخو ما تنسي للحين عندي صورك مال العام غنشه غنشه ومنها رايح لك انت شلت شنو بعد كبيت مالك اسمه حطهم الصير يا اخوي كلك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله شوف عمر عيسى تبي يصورني انا وبعده طب عندك كاميرا سبع عندك كلمة تقولها عقب العشاء والله نقول حق براين نعم الله عليك وإن شاء الله في ثواب والدتك وحسين كرمك الله خش منزل مبارك ويعطيك مساحة العافية ما قصر الجميع ما قصر الله يسلمك نعم الله عليك براين ما قصر يحفظكم الرحمن إن شاء الله متين دائم إن شاء الله اي قوطي هي التفيه وفي لا تشوله صغيره زين اي تشوله صغيره في نوعين نفس الشنطه هي حليلي لها اي تروح القناص في السيت يلا بنو امشي وراك هذا ها ما بدي لا 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 لا
جراوند جراوند في 3 بعد ها تركبون لفسات تركبون لفسات ما تركبون ها بس دراي ها